في إطار التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتمتعون بأسعار منخفضة في أسعار خدمة التجوال اعتبارا من شهر أبريل الجاري. من جانبه صرح نائب المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد الخليفة أنه سوف يستفيد 91 مليون مستخدم للهواتف المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل جهود ورؤية دول المجلس والجهات التنظيمية في هذه الدول. هذه السنة الثانية التي يتم فيها تخفيض أسعار التجوال، حيث سوف يتم الاستمرار في تخفيض هذه الأسعار بشكل أكبر في كل عام حتى بلوغ عام 2020. هذا وقد تشكلت مجموعة عمل التجوال التي تمثلها الجهات التنظيمية من كل دولة خليجية برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بهدف العمل على تقديم أسعار مناسبة من خدمات التجوال. يستضيف معهد الإدارة العامة بيبا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية لقاء التجارب الإدارية الناجحة يوم الثلاثاء المقبل، ويعد هذا اللقاء تجمعا إداريا على مستوى الوطن العربي يهدف إلى ترسيخ وإثراء الفكر الإداري العربي بشكل عام والارتقاء بمنظومة التدريب الإلكتروني بشكل خاص. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور رائد محمد بن شمس، مدير عام معهد الإدارة العامة بيبا. بعد التحية دكتور، بداية، من أين أتت فكرة هذا التجمع الذي يقام على مستوى عربي لمناقشة موضوع التدريب عن بعد في المملكة؟ التدريب عن بعد بدأ فترة عمر المعهد، نعم، وأكدنا عليه وركزنا للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في ضوء الحاجة نشر ثقافة الإدارة العامة لكل المواطنين وخصوصا في الحكومة. والبحرين في خلال هذه الفترة ربنا لك الحمد بفضل أسرة المعهد تميزت على المستوى الدولي في العمل لتطوير هذه المنظومة سواء في داخل البحرين بل أكثر من ذلك حتى وصلنا إلى خارج البحرين. نعم دكتور، طبعا يعد هذا اللقاء يعني الأول في سلسلة لقاءات إدارية ستعقد في عدد من الدول العربية، فما هي الأهداف العامة لهذه السلسلة؟ الهدف العام من هذه السلسلة اللي هو اللقاءات الإدارية أن إبراز الدور التي تقوم به الدول والاستفادة منها لبقية الدول الأخرى اللي قاعدة تبني في هذا المجال. مثلا البحرين مثل ما خبرت لك ان تميزت في مجال التدريب الالكتروني بشكل كبير جدا، فحبينا ان كذلك هذه التجربه توصل الى اخواننا في الوطن العربي، وكذلك في تجارب كثيره في الوطن العربي ودنا كذلك نبني عليه مثل ما نبني من الصفر. نعم دكتور رائد. نعم دكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا لك ونعتذر عن هذا الخلل الفني من المصدر.